فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة كبيرة في السن قاربت 80 من عمرها، توفي زوجها قريبا وهي معتدة وهي في العدة، وتسأل تقول إذا جاء أبناؤها أو أبناء إخوانها هل لها أن تجلس معهم وتسلم عليهم مصافحة، لأن بعض الناس يقول لها لا يجلس معك ذكر ولا تكشفي وجهك لرجل. إلا بالله، ما داموا محارم لها، ما داموا من محارمها فهي تصافحهم وتجلس معهم وتكشف وجهها ولا حرج في ذلك. نعم.